الرئاسة. خلينا نقول لحضراتكم من المفترض عودة الدراسة والجامعات أيضا، في المدارس وفي الجامعات ستعود الدراسة بدءا من يوم السبت استعدادات قصوى كما أكدت وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة. هناك استعدادات تابعناها حضراتكم امبارح مع الدكتور جابر جاد نصار اتخذها المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بمسألة تأمين الجامعات المصرية، واستعرضنا الخطوات اللي هتتم من خلالها عمليات التأمين. أكد كمان جابر جاد نصار معانا امبارح أن في نقطة في غاية الأهمية، أن هناك كاميرات الآن أصبحت مزودة بها الجامعات المصرية لرصد أي عمليات عنف أو تخريب. من الناحية الأخرى تم الاتفاق أيضا مع وزارة الداخلية من خلال بروتوكول معين على وجود عدد من قوات الشرطة في محيط الجامعات المصرية لتأمينها. فيما يتعلق ب الدراسة في المدارس، ربما يكون الشيء اللي مخوف الناس على أولادهم في المدارس هي مسألة H1N1. الحقيقة أن وزارة الصحة قالت أنها اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لهذه المسألة، وقالوا أن لو تم اكتشاف حالات في بعض المدارس أو في بعض الفصول مديرية الصحة هي اللي هتتخذ القرار الخاص بإغلاق المدارس أو استمرارها، لكن في النهاية ده هيكون محض اختبار مع بداية أيام الدراسة الأولى. نشوف استعدادات الدولة المصرية لعودة الدراسة. بعد تأجيل دام 30 يوما تستعد الحكومة لبدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات وسط مخاوف من انتشار عدوى ما يسمى بإنفلونزا الخنازير بين الطلاب، خاصة بعد ازدياد عدد حالات الإصابة والوفاة بها مؤخرا، حيث أكدت وزارة الصحة اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية لتوفير مناخ صحي يمنع انتشار الأوبئة. كما رفعت وزارة التربية والتعليم حالة التأهب القصوى في جميع مديرياتها. تم التنسيق مع المحافظات بالنسبة للنظافة حول المدارس والأخرى، وبالنسبة لوزارة الصحة تم التنسيق بحيث أن المدارس النهاردة إن شاء الله بتستعد حفاظا على صحة أولادنا الطلاب في عموم الجمهورية، من حيث توفير النظافة، من حيث توفير الخدمة الطبية داخل المدرسة، من وجود زائرة طبية، وجود بعض الأطباء في بعض المدارس، يعني قطاعات معينة هيبقى فيها أطباء جاهزين تحت الطلب، وإن شاء الله نأمل أن ما يبقاش في أي تطورات سلبية في الفترة اللي جاية إن شاء الله. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير احتياجات العمليات التعليمية من كتب واستكمالات في المدارس والنصاب المقرر للمدارس. الوزارة أحرص ما تكون على صحة أبنائها الطلاب. في الوقت نفسه أكد رؤساء الجامعات بالتنسيق مع وزارة الصحة أنه اتخذت كافة الاستعدادات الصحية وتم الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة بالكليات، بالإضافة إلى تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الطلاب. انتقادات لاذعة وجهت للحكومة السابقة في تعاملها مع أزمة إنفلونزا الخنازير، وبداية الفصل الدراسي الثاني هي أولى الاختبارات التي تواجه الحكومة الجديدة لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها كافية بالفعل أم أن الوضع يتطلب منها المزيد من الجهد. داليا علي، قناة دريم. شكرا لزميلة داليا علي. الحقيقة بكرة هيكون في اجتماع مهم جدا لوزير التعليم العالي مع عدد من اتحادات طلاب الجامعات المصرية للمناقشة حول المطلب اللي كان موجود لدى طلاب الجامعات ولدى عدد كبير جدا من الشباب، وهو مسألة الإفراج عن عدد من زملائهم المحتجزين في الأحداث اللي شهدها الفصل الدراسي الأول. في ناس حتى الدكتور جابر جاد نصار في حواره معنا النهاردة ما كانش لها ذنب في أي حاجة، وللأسف الشديد نتيجة التباس في الموقف الأمني اللي كان موجود، يعني كانت بتحصل أعمال شغب فيجري طلاب الإخوان ويجي طالب عادي بيمر فيتم القبض عليه، طلاب ما كانش لهم أي ذنب في أي حاجة. يمكن الأيام اللي فاتت الأسبوع ده تحديدا تم الإفراج على ما يقرب من 150 طالب، لكن طلاب الجامعات بيأكدوا أن هناك أكثر من 1500 طالب على مستوى الجامعات المصرية ما زال مقبوض عليهم. وكانت في مناشدات سابقة للنائب العام المصري ومطالبة أيضا من رئيس الجمهورية نفسه عدلي منصور للتعامل مع هذه المسألة. بيجي لنا اتصالات كتيرة جدا من أمهات هؤلاء الطلاب، ولادهم ما كانش لهم ذنب في أي حاجة، وبالتالي المسألة تحتاج إلى تدخل سريع. ربما ده يكون المحور الرئيسي غدا للقاء وزير التعليم العالي مع اتحادات طلاب.